السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم صحه واحوال جيده. والفيديو ديال اليوم بخصوص عروض العمل لانابيك علنات على فرص عمل في كندا، وخصوصا في مقاطعه كيبيك، مجموعه ديال الحرف في مختلف المجالات. ندوزو نتعرفوا في الموقع على هاد عروض العمل. دونك هذا هو الموقع، انا غنخلي لكم في صندوق الوصف. غنجي هنا مثلا في لو كتبوا كندا، وغادي نبحثوا على عرض العمل اللي كاينين هنايا. اوتوماتيكمون يخرجوا لينا جميع عروض العمل اللي كاينين هنا في كندا. نورمالمون هما راه علنوا على هادشي نهار 27 شهر 1، واخر اجل هو 2 فبراير. الوغ هادو هما عروض العمل اللي كاينين. لاحظوا معايا الحرف اللي كاينين: تيسور تريكوتور، اوبيراتور دو ماشين ا كودر اندستريال، اوبيراتور دو ماشين ا ترافايي لو بوا، مينويزيي، ايبينيس، بيسيي، غارنيسور. هادو كلهم فيهم عروض عمل متوفره في كندا، وبالتحديد في مقاطعه كيبيك. وتم الاعلان على هاد عروض عمل نهار 27 فبراير. وهاد عروض العمل اللي عنو عليهم كذلك عنو عليهم حتى في لاباج فيسبوك ديالهم، ديال لاباج اللي هي اوفيسيال، كذلك غنخليها لكم في صندوق الوصف. وعنو بان هناك فرص عمل عديده للعمل في كندا في قطاع النجارة والنسيج والألبسة، وللترشح المرجو وضع ملف ترشيحكم بالوكالة الأقرب إليكم مع التأكد من وضع عنوان بريدكم الإلكتروني في سيرتكم الذاتية، وذلك قبل 2 فبراير 2021. كما قلت لكم ما باقيش بزاف باش أن هاد لي زوفر دومبلوي يتسالاو، وهادو هما لي فيشي اللي عندنا عليهم فيهم لي زوفر دومبلوي. غادي ندوزو نتعرفوا عليهم. دونك اول حاجه بالنسبه للمينويزي، بالنسبه لليو دو ترافاي راه غادي يكون في كندا في مقاطعه كيبيك في مدينه نيكولي. بالنسبه لا ناتور دو ترافاي، بالنسبه للنومبر دو بوست، جوج ديال لي بوست، عدد السوايع 40 ابارتير من 18 دولار للساعه. بون بالنسبه لهاد لي برينسيبال ريسبونسابيلتي كتبقى على حسب التخصص. انا اللي كيهمني هي هاد لابارتي هادي، هو انه بالنسبه لي فورماسيون اي او ليكسبيريونس روكي، ديبلوم دو كاليفيكاسيون بيرسونيل دو مينويزري اي بينيستري اي او موان دان اون ديكسبيريونس جوستيفيي. يعني اما يكون عندك ديبلوم ومعاه عام ديال ليكسبيريونس اللي خصها تكون جوستيفي. مي كنقولو جوستيفي، اما خصو يكون عندك فيها لا سين اس اس، اما خصو يكون عندك فيها البطاقه المقاول الذاتي الى غير ذلك، او لا تكون عندك 4 سنين ديكسبيريونس او لاكثر في البوست اللي انت فيه، افيك دي زاتيستاسيون دومبلوا اللي يكونوا اوبليغاتوار. الوغ هذا هو لافونتاج اللي كاينه، هو ان ماشي ضروري يكون عندك الدبلوم، تقدر تكون عندك غير خبره تقدر ديبوزي لهاد عرض العمل. وبالنسبه لي كومبيتونس لانغويستيك، عندهم طالبين الفرنسي تكون انترميديير افونسي، يعني نورمالمون خصو يكون عندك لو نيفو 7، يعني خصو يكون عندك المستوى جيد في اللغه الفرنسيه. بالنسبه ندوزو نشوفو اوفر واحد اخر، اوبيراتور اوبيراتريس دو ماشين ا كودر اندستريال. هنا هادو كذلك مدن في مقاطعه كيبيك. بالنسبه للسبيسياليتي غيكونوا في مجالات مختلفين. بالنسبه للنومبر دو بوست، هنا ضاربين 24 بوست، الوغ كو راه كاينه حدود نوعا ما كبيره باش انكم تقدروا تحصلوا على فرصه عمل. كذلك عدد الساعات اللي غيكونوا 830.5 حتى 40 ساعه في الاسبوع، و 14 دولار للساعه الواحده بلس لي بريم الا خدمتوا في لو سوار. وبالنسبه للاكسبيريونس، هنا طالبين اما ديبلوم بلس عام ديكسبيريونس، او لا تكون عندك فقط الخبره مده 3 سنوات في هذا المجال، والنيفو اللغه الفرنسيه اللي هو انترميديير افونسي. كذلك بالنسبه للنجاره، كذلك طالبين دي زوبيراتور دي زوبيراتريس دو ماشين ا ترافايي لو بوا، طالبين جوج ديال لي بوست، عدد الساعات 40، بالنسبه للصاله 14، 18 دولار للساعه الواحده، ونفس الشيء يكون عندك الدبلوم
وزائد عام ديال الاكسبيريونس على الاقل، سينو خصها تكون عندك 3 سنوات ديكسبيريونس جوستيفيي مع البوست. وتوجور الفرونسي راه خصو يكون عندك انترميديير. كذلك تابيسيي غارنيسور او بيان تابيسيير غارنيسوز، هادو كذلك في مقاطعه كيبك في لافيل اسمها هنا فيكتوريا فيل، راه قريبه بزاف لدغموند فيل ماشي بعيده عليها. طالبين جوج ديال لي بوست، عدد الساعات 40 وسالير 16 دولار للساعه الواحده، ومطلوب يكون عندك الدبلوم بلوس على الاقل سنه ديال الاكسبيريونس او 3 سنوات ديال الاكسبيريونس اللي خصها تكون جوستيفيي، ولا لونغ فرونسي اي انترميديير خصها تكون. كذلك طالبين تيسور تيسوز تريكور تريكوز اي اوتر اوبيراتور اوبيراتريس دو ماشين تكستيل. بالنسبه لهادو هما المدن اللي غادي يكون فيهم العمل هنايا في مقاطعة كيبيك. بالنسبة للنومبر دي بوست ديسبونيبل 7 ديال لي بوست، وبالنسبة لعدد ساعات العمل ما بين 40 حتى 60 ساعة، لو سالير ابارتير من 14.85 دولار للساعة الواحدة بلوس لي بريم الى خدمتي لا نوي. بالنسبة لي ديبلوم، طالبين ديبلوم بروفيسيونيل بلوس على الاقل عام ديال الاكسبيريونس، سينو 3 سنين ديال الاكسبيريونس كون جوستيفيي مع هاد البوست. يعني هاد 3 سنين ديال الاكسبيريونس خصها ضروري تكون في نفس الدومين، في نفس هاد البوست اللي انت غديبوزي فيه لو سي في ديالك، وبيان سور لا لونغ فرونسي اي انترميديير. بالنسبه باش ديبوزي الكونديداتور ديالك، راه هما هنا كاتبينها بصريح العباره، سي فو بوسيدي لي كاليفيكاسيون روكيس بور لو بوست، يعني خص ضروري يكون هادشي هذا متوفر فيك، بمعنى ضروري خصو يكون عندك، الا كان عندك الدبلوم خصو على الاقل تكون عندك عام ديال الخبره تكون جوستيفي، سينو على الاقل خص تكون عندك 3 سنوات الا ما عندكش الدبلوم بلوس حتى لا لونغ فرونسي اللي خص تكون عندك نيفو انترميديير. الوغ لما كانوش فيك هادشي متوفر، كون على يقين راه ما غاديش يتهز الكونديداتور ديالك. ميرسي دو ديبوزي فوتر سي في اون فرونسي او بلوس لي ديبلوم اي او لي اتيستاسيون ديكسبيريونس ا ان ابيك لا بلو بروش اون مونسيونون فوتر ادريس ايميل سور لو سي في. لي كانديدا ريبوندون او كريتير دو لوفر سورون كونتاكتي بار ميل. و ديرنيي ديلي دو ريسبسيون دي كانديداتور لي هو 2 فيفري 2021، و لي زونتروتيان دو سيليكسيون اي تيست تكنيك بريفو ان شاء الله في شهر مارس 29 2021. الوغ انا الحاجه اللي نوصيكم عليها الا وهي اول حاجه خصكم تكونوا مسجلين في لو سيت ديال لانابيك، هو هذا لو سيت ديالهم نورمالمون، خصك تكون ديجا انت مسجل في لو سيت. الا ما كنتيش مسجل، اجي لهنا وكليكي على كري اسباس كونديدا وتسجل في لو سيت معاهم، عمر لي زانفورماسيون نيسيسير ديالك وسرد لو سي في ديالك هنايا، ومن بعد هزوا لو سي في ديالكم لي ديبلوم ديالكم لي اتيستاسيون بيان سور، هزوا لوريجين ولي فوتوكوبي وسيروا للمركز اللي قريب للمدينه ديالكم باش ديبوزيو فيه لو سي في. نورمالمون مع الوباء والظروف اللي كنمروا بها بروبابلومون انه يكونوا ما كيستقبلوش الناس او لا يكونوا ما كيخدموا فقط عن بعد. مهمتهم اول حاجه باش ديبوزيو لو سي في ديالكم وكرييو ضروري هاد اسباس كونديدا، ضروري من انكم تكرييوها باش تقدروا يكون عندكم كونت معاهم. وانا اوسي غنخلي لكم لو ليان اللي فيه كاع لي زاجونس اللي كاينين في المغرب كامل ديال لانابيك، تقدروا حتى هما كذلك تبعتوا ليهم في البواط ميل ديالهم حتى هما لي سي في ديالكم. اللي كنأكد كونوا مسجلين ديجا في لانابيك، سردوا لو سي في ديالكم كذلك في الاسم في البواط ميل ديال المدينه اللي نتوما تابع ليها. هما كل مدينه اولا كل جهه دايرين فيها كاع لي زيميل اللي كاينين، ما تنساوش انكم ديبوزيو ليها. وسيروا كذلك البيرو اولا لاجونس ديال لانابيك القريبه للمنازل ديالكم. والحاجه اللي كنبغي نقول لكم بانهم بالنسبه للغه راه غادي يتصلوا بكم بالنسبه للاشخاص اللي كيتوفروا فيهم الشروط، وكنركزوا كنعاودها يعني الاشخاص اللي فريمون اللي فيهم الشروط، لان كيف ما كتشوفوا عروض العمل محدوده جدا، يعني هما يحاولوا ياخذوا الناس اللي فريمون كابابل واللي فريمون يستاهلوا هذاك البوست.
غادي يحاولوا انهم يتواصلوا معكم، يتصلوا بكم، وغادي يدوزوا لكم انتروفي هما الاولى بعدا باش يعرفوا لو نيفو ديالكم، وغادي يتاكدوا من جميع المعلومات اللي نتوما عاطينهم، كو سوا لي زاتيستاسيون دو ترافاي، لي ديبلوم وكل شيء. عاد غادي يلاقيوكم مع المشغل باش تدوزوا معاه لونتروتيان، وتحاولوا انهم تقنعوه باش تكونوا نتوما هما اللي غادي تحصلوا على هذاك عرض العمل. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه لفيديو ديال اليوم، وراه عروض العمل محدوده، حاولوا انكم تسارعوا قبل 2 فبراير 2021. والحاجه اللي بغي نقول لكم باللي راه كاينين الناس فريمون جاوا عن طريق لانابيك، ونورمالمون راه الخدمه مجانيه، راه ما كتاخذ من عندكم لانابيك حتى شي مبلغ مالي، لان لانابيك مخلصه من عند المشغل اللي غادي تمشيو تخدموا عنده. بمعنى هاد الخدمه هادي راه هي مجانيه، وراه كاينين الناس فريمون جاو عن طريق لانابيك، جاو من هنا لكندا. الوغ بالنسبه للاشخاص اللي يقول لك هادشي ما كاينش منه ولا شي حاجه، ما غتخسر حتى شي حاجه، السي في ديالك غادي ديبوزيه. راه انا عطيتكم لي بواط ميل كاع لي زاجونس اللي كاينين في المغرب، ها هما لي بواط ميل، ديبوزيو فيهم، كريو كونت معاهم في لو سيت ديالهم، وهزوا لي سي في ديالكم. الا كانوا لي زاجونس كيستقبلوا الناس، حطوا لي سي في ديالكم ولي ديبلوم ديالكم عندهم. الا كانوا ما كيستقبلوش، راه هما غادي فيريفيو لي سي في ديالكم باغ ميل، وما غادي تخسروا حتى شي حاجه الا دفعتوا في جميع الاحوال، لان الخدمه مجانيه ولا سي في ما خسرتوا فيه حتى شي حاجه. فوالا هادشي اللي كاين، كنتمنى لكم حظ موفق، وسارعوا بالتسجيل لانه ما بقاش بزاف. والا كاين شي سؤال خليوه لي في لي كومونتير. مع السلامه.